انا شايف فيه طبعا مش تصرف صح من مروان، بس انت عارف يا عبد الرحمن انا لعبت الكوره وفاهم الكلام ده كويس. انا لما بلاقي ضغط جامد 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 ممكن انت غصب عنك بتصرف لا ارادي ممكن يحصل اللي حصل، بس ده طبعا لا، انا اختلف معاك، انا ضد ده خالص، ان اي لعيب مهما كان طبعا يعني يتطاول او يتجاوز في حق الجمهور اللي ده اللي وراه طبعا. في كل حتة. انت شفت، انا بقول لك هو ممكن هو تصرف لا ارادي، هو عارف انت من الضغوطات، فانت ممكن عارف وانت ماشي في الشارع كده لو حد خبطك مره واحده ممكن لو انت في حاله نفسيه كويسه هتعرف تتعامل مع الموقف، فهو ما قدرش يعني عارف يتعامل مع الموقف فتعامل معاه باسوأ طريقه. فطبعا مش بدافع عن مروان، انا انا عارف بتكلم ان بتشرح هو الاجواء نفسها. الاجواء نفسها، فانت غصب عن مش غصب عنه، هو بتصرف لا ارادي عمل الموقف ده. انت لعيب دولي ولعيب طبعا كبير ولعيب يعني طبعا، لازم تبقى عارف ازاي تسيطر على اعصابك ولو انت لعيب وتسيطر. كبير مش هتلعب في النادي المصري، فاهم قصدي؟ لو هو مش لعيب كبير، بس التصرف لا تصرف طبعا تصرف صعب جدا، وانا قاعد كنت بتفرج على الماتش، لا مش تصرف لعيب كوره مهما والغرامة كان، مش مبالغ فيها، يعني مليون لا لا جنيه مش مش مبالغ فيها. خالص خالص. انت في موقف زي ده انت ممكن تخصم له نص الفلوس، 50% من فلوسه، هي اللوائح بتقول كده، في ان انت لو تصرف يعني زودتها بمعنى صح، لا ممكن اخصم لك نص فلوسك. لا ده انا شايف المليون جنيه قليل، الغرامه مليون جنيه، لان في الاول وفي الاخر انت بتلعب في نادي جماهيري يا عبد الرحمن، نادي كبير طبعا، نادي محدش كبير، يقدر ما يقلل من ينفعش نادي ان كبير. انا مهما كان ان في عز الضغوطات ان انا يحصل مني تصرف زي ده. على المستوى الفني ايقاف مروان هيفرق مع النادي المصري؟ مروان لعيب كويس، بس انا الفتره اللي فاتت من الضغوطات هو مش ما كانش فايد النادي زي المواسم اللي فاتت، فانا شايف ان لا مش هيأثر عنده الشامي هيقدر يلعب في المكان دوت، عنده عنده كمان فخر الدين بن فخر يوسف. الدين يوسف يقدر، عنده لعيب افريقي يقدر يلعب في المكان دوت، فعنده لا عنده اكتر من لعيب يقدر يعوض وكمان خصوصا ان الكابتن علي ماهر، انا لعبت معاه عبد الرحمن ما بيحبش الفرود المحطه، يعني ايه المحطه اللي هو بيستلم وهو واقف، بيحب وظهره الفرود اللي للجون. بالظبط، بيحب الفرود على طول اللي بيتحرك بيجي بوشه، فهو في الحته دي انا مش هتبقى عائق بالنسبه لكابتن علي ماهر والنادي المصري. بعض الجماهير بتطالب بان الكابتن علي ماهر يمشي ويشوفوا بديل مكانه بسبب ان النتائج، مش النتائج، الاداء كمان. الجماهير الأداء المصري بيحب الاداء، ده بيحب حقيقة، لعبة الكوره، بيحب ان الفرقه تلعب كوره. ده حقيقة. لكن انت شايف ان انت مع او ضد ده؟ وفي نفس الوقت احنا لما نيجي نشوف لعيبة المصري على الورق كل لعيب فيه فرقة لوحده. لا هو دعم كويس جدا زي ما انت بتتكلم، واللي هو عايزه جاله من كل حتة، بس حتة ان انت تحكم دلوقتي لا لسه بدري قوي يا عبد الرحمن، انت لسه احنا لعبنا 4 5 جولات، فلسه في الاول، فاهم قصدي؟ لكن لا تعالى، انا وجهة نظري يا عبد الرحمن اي مدير فني تعالى حاسبه بعد نص موسم او بعد موسم، طبعا موسم كامل دي عشان ممكن لا قدر الله فيه هبوط فيه اخفاقات جامده، لكن انا ما ينفعش اقيم مدير فني عبد الرحمن الا لو انا لعبت 5 مباريات خسرت 5 مباريات، دي خلاص مش هتقدر هو عمل، تستنى. هو خلي بالمناسبه والكابتن علي عمل ماتش جامد جدا، يعني في اخر 10 دقائق ان المصري يجيب جونين في اوحش حالاته في اوحش حالاته، والدنيا بالظبط، يعني ايه يعني زي ما بيقولوا دي احسن مشتعله. حاجه بالظبط وبيراميدز يعني هو حظه ان بيراميدز جاب الجون بعد الجون الاول اللي هو جابه على طول، الجون بالظبط. الثاني، فهو ده بالنسبه له اللي كهرب الماتش شويه. بص عبد الرحمن لو انت ما اتفرجتش على الماتش انت هتيجي تبص النتيجه هتقول ايه؟ ماتش رايح جاي. ماتش رايح صح ولا مش صح؟ انما وانت بتتفرج لا ماتش راح في 10 دقايق. راح الله ينور عليك، فهو ده اللي عايز اوصله لك، لكن انا في الاخر قدرت جه فيا 3 اجوان قدرت اجيب جونين. ما هي انا لو ما اتفرجتش اقول ده ماتش حلو كان نفسي اتفرج عليه.